أعلن الرئيس الأوكراني أن قواته استعادت 3 قرى في منطقة خيرسون جنوبا، مؤكدا أن المعارك مستمرة في مختلف الجهات. Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропавлівка. Рух продовжується. ووسط هذا أظهرت مقاطع فيديو العشرات من المدرعات الروسية مدمرة في مدينة ليمان بعد أن استعاد الجيش الأوكراني السيطرة عليها مؤخرا. وفي الهجمات المضادة التي يشنها الجيش الأوكراني تختلف الروايات بين موسكو وكييف، حيث يبرر كل طرف ما يحدث في الشرق والجنوب من وجهة نظره.